وبهذا سقطت الأدلة التي تدل على سفور النساء وكشف وجوههن، ولم يبقى أمام النساء إلا أن يغطين وجوههن وأجسادهن وزينتهن عن الرجال، كما هو العمل من العهد الأول من عهود النبوة من زمن الصحابيات رضي الله عنهن، مرورا بالتابعيات، مرورا بالقرون المفضلة، إلى أن نزع الحجاب في زمن الدولة العثمانية في القرن الرابع عشر، فخرج مجموعة من النساء اللاتي تشبهن بالغرب وأخذن ثقافات الغربيين ونشرناها بين المسلمين، واجتمع النساء في ميدان التحرير في مصر، اجتمع مجموعة من النساء كهدى شعراوي ومعهم رجال كسعد زغلول ومين، هؤلاء اجتمعوا في ميدان واحد ونزع النساء النقاب، ومن ذلك اليوم نزع النقاب في بلاد المسلمين وانتشر التبرج وانتشر السفور من ذلك الزمن. ما كان المسلمون يعرفون التبرج، كل النساء منقبات محتجبات. ولذلك عباد الله، هذا واجب. في ناس ضيعوا بها فتاوى، واحد يقول لك ما فيها حاجة، ببساطة جديدة، تخيل عندنا علماء في البلد دي، تسأل الواحد يقول لك ما فيها حاجة، تقول أنا عادي جدا، تمر كاشفة وشها وكرعية برا، كله يقول لك عادي ما في وشي. نحن يا اخواننا ما يقول لك نحن مجتمع طيب، يقول لك مجتمع سودانية طيب، ما عندنا مشكلة. ده واجب يا اخواننا. من الأدلة القوية، العلماء قالوا قياس بديع، ربنا قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ربنا أمر بستر الأرجل، صريح في الآية، بل أمر بأنه ما تضرب بأرجله شان تعلم الزينة لأخفته، ما أظهرته الأخفته شان ما تعلم. قال العلماء وهذه الشريعة شريعة مستقيمة توافق العقل، فلا يمكن شريعة يا أخواننا تأمر المرأة إنها تستر كرعيتها أقدامها تسترن وتكشف وشها، هذا لا يستقيم في هذه الشريعة، وهي الشريعة المستقيمة المعتدلة. ولذلك هذه الأدلة التي ذكرت في جواز كشف الوجه أدلة لا تستقيم، وأجمع العلماء على أنه في زمن الفتن تغطية الوجه واجبة، وفي زمن فتن أكثر من زمننا ده البنات بيقوا بشيلون بالعربات من الزلط، والله صحيح. ولذلك كثير من الشبهات التي غرست في نفس النساء بسبب ضعف الإيمان، والله صحيح، بسبب ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وكرس أعداء الإسلام على أن تعيش المرأة هواها. تعرف يقول لهم شنو؟ يقول لهم عيشوا شبابكم، أنتوا لسه صغار، الحجاب بيقيدك، يقول لك لو لبست الحجاب تاني تضحكي في الشارع، ولا بتاكل ايس كريم برا ذا جاي، ها؟ ولا بتتونسي مع الأولاد، يقول عيشي شبابك تماما، تمرق الجامعات، يكون عندها علاقات في الواتساب ونسات وتاخذ راحتها، دايرة تعيش هواها وتنسى المعاني القيمة، المعاني الإيمانية. عشان كده يا اخواننا نحن نحتاج في مجتمعنا أن نصيغ شبابنا صياغة إيمانية تتعامل بأحكام الآخرة، تتذكر الآخرة، القبر، القيام من القبور، النفخ في الصور، القيامة، المحشر، تطاير الصحف، الوقوف بين يدي الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير. تربية زي دي أخوانا إيمانية، دي نحن نلقاها وين؟ الواحدة إما تقعد تغالط كثير، تقول لك الدليل ده ما واضح، وكذا شوف لي آية ثانية، والحديث ده ما عاجبني، وأنا أسوي شنو؟ وأمشي وين من المجتمع، والناس بيقولوا لي أعرف أن فيها ضعف في الإيمان، في ضعف في الإيمان. صحابي هذا ما دارت كلام كثير، أول ما قالوا لي آية واحدة
تلاها النبي عليه الصلاة والسلام، أزواج قروها اليوم خلاص الموضوع انتهى، لكن هسه في نقاش في جدل كثير جدا، وهذا دليل على ضعف الإيمان عند كثير من الفتيات. كويس، ولذلك الحجاب صيانة، شكد ربنا قال ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. يعرفنا معناه شنو؟ قال العلماء يعرفنا أنهن حرائر، لأن الحرة كانت تستر جميع بدنها، وأما الأمة ما كان بتستر جميع بدنها، عشان كده ميز الله عز وجل النساء المسلمات الحرائر عن الإماء، وكما قال النميري أنشد عند الحجاج قوله يخمرن أطراف البنان من التقى، تقوى لله عز وجل، يخمرن أطراف البنان، رأس صابعين ده بغطن، ويخرجن جنح الليل، لما يطلع زمان بيطلعوا لقضاء الحاجة بالليل، ويخرجن جنح الليل معتجرات، قال الحجاج وكذلك المرأة المسلمة الحرة. أسأل الله عز وجل أن يعين بناتنا على الحجاب، وأخواتنا وأمهاتنا وجميع نساء المسلمين. اللهم صن أعراضنا، اللهم احرس ديارنا من غائلة السوء، اللهم طهر مجتمعنا من الفساد والسوء، وأبعد عنا دعاة الفتنة والفساد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهرنا، اللهم نزينا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. صل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.